ولمزيد من المتابعه مشاهدينا انضموا الينا هاتفيا من ابو ظبي الدكتور حسن الصبيحي استاذ الاعلام بجامعه الامارات. ارحب بك دكتور معنا. اهلا وسهلا، مرحبا. دكتور، يعني بعد التحيه، يعني كيف ترى اهميه هذه الزياره للرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للامارات؟ تعرفي انا من الناس اللي موقنين تماما انه العلاقه بين الامارات ومصر لا تحتاج حتى الى تغطيات. لانه الرئيس السيسي يستطيع ان ياتي في اي لحظه الى الامارات، والشيخ محمد كثير التردد على القاهره كما نعلم. نعم بالتاكيد. والان المرحله هذه مرحله دقيقه جدا، يعني انا اتصور انه هذه المرحله اصعب من كل التحديات اللي مرت فيها المنطقه والعالم العربي باسره. يعني نحن نشوف ايش اللي يصير في العراق، نشوف ايش اللي يصير في لبنان، نشوف اللي يصير في سوريا، نشوف اللي يصير في اليمن، هذه كلها الان تعرفي اصبحت قضيه مترابطه، ويعني افرزت اللي هي ايش الاحداث في المرحله الماضيه الى حصار ايران، حصار حقيقي. يعني الشعوب انتفضت ورفضت بالفعل الخضوع لايران، ونحن من زمان نقول ان احنا نراهن على مواقف دولنا هذه، خاصه الدول الاربع، وكمان نراهن على ايش حركات الشعوب العربيه وقدرتها على التغيير. نعم. وهذا اللي صاير. فحينما ياتي الرئيس السيسي الان الى ابو ظبي الى الامارات، يعني معنى ذلك انه لابد ان يحدث شيء، يعني يشكل بالفعل قرار تاريخي من هذه الدول ومن الدول العربيه باجمعها. نعم. اذا تحركت الدول الاربع يتحرك العالم العربي باسره. نعم. ونحن موقنين طبعا انه التنسيق بين مصر القويه بجيشها العظيم بشعبها العظيم والامكانيات العظيمه لدى دول الخليج والجيوش بالفعل الحديثة الموجودة الآن تستطيع بالفعل أن يكون لها موقف بصرف النظر عن أن يكون في مواجهات عسكرية أو لا يكون، لكنها محتاجة أنا في نظري إلى هذا التنسيق الرفيع والعالي بين قيادات هذه الدول الأربع. لكن دكتور، كيف تصف العلاقة ما بين دولة مصر الشقيقة وبين دولة الإمارات عفوا الشقيقة، وكيف يمكن أن تسهم هذه الزيارة في تعميق وتوطيد العلاقة بين الدولتين؟ أنا لا أستطيع أن أصف بالفعل هذه العلاقة لأنها فوق الوصف. نعم. يعني نحن نجلس نتكلم على أساس أنه تنسيق وتنسيق، وده هذا يعني بالفعل يعني أتصور أنها أنه تعاون اندماجي يعني بين الدولتين، خاصة مصر والإمارات وطبعا السعودية والبحرين وكثير من الدول العربية التي لم تعلن موقفها صراحة، ولكنها تتمنى بالفعل أن تنتمي إلى هذا الحلف العظيم. نعم دكتور، هل تعتقد أن هناك يعني ملفات ستكون مطروحة على طاولة المفاوضات في هذه الزيارة؟ أنا أتصور أنه الملف السياسي بالدرجة الأولى، وهو الملف اللي يتعلق بتطورات الأحداث الآن اللي تتمنى من كل اتجاه. وطبعا بطبيعة الحال لابد أن يتعلق الموضوع، يرتبط الموضوع برضه بالتنسيق هو العسكري، وأتصور أنه كمان التعاون الاقتصادي الذي اراه انه ايش يثمر كل يوم شيء جديد. الناس يعرفون او لا يعرفون امور قد تكشف او لا يكشف عنها، العلاقه الاقتصاديه بين الامارات بين مصر ودول الخليج وعلى اساسها الامارات والمملكه العربيه السعوديه بطبيعه الحال هذه ايش مساله مطروحه بقوه بتكون في المؤتمر او في الاجتماع. نعم وضحت الصوره، شكرا جزيلا دكتور حسن الصبيحي استاذ الاعلام بجامعه الامارات، شكرا جزيلا لك.